السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة اليوم هي أيضا عبارة عن مسمن ولا رغيف معمرين بأشكال مختلفة. لهذا الرغيف غادي نحتاجه في العجين. نبدأ بالحشوة. أولا الحشوة غنحتاجه فيها واحد، أنا درت هنا 500 غرام ديال كفتة ديال الدجاج. ممكن تعوضوها بكفتة البيبي لا داند ولا الغنمي ولا البقري، المهم اللي عندكم. انا هنا درت غير كفته ديال الدجاج. غنحتاجوا واحد البصله كبيره اللي مشلضه رقيق، معاها جوج فصوص ديال الثوم محكوك. غنحتاجوا واحد 150 غرام حتى 200 غرام ديال الشعريه الفيرميسيل اللي سالقين، اللي مرطبينها في الماء ومقطعينها في مقص مقطعينها صغير. غنحتاجوا شويه ديال الزيتون مقطع دوائر، شويه ديال القزبر مقطع، الزيت باش نشحروا لهاد المواد، وفي العطريه غادي نحتاجوا شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الخرقوم. ندوزو لتحضير هاد الحشوه. غادي ناخذ كاسرونه ديالي، غادي ندير فيها الزيت، صافي يكفي. وغادي نديرها على النار، غندير فيها البصله ديالي والثومه، وغادي نديرها على النار تشحر حتى تدبال لينا، عاد نوليو نضيفو الكفته ديالي اللي درتها طاحت ليا. دابا كتشوفو دبالت، دابا غادي نضيف لها الكفته ديالي ديال الدجاج كتشوفو، وغادي نبقى نضغط عليها حتى تفرتت لينا هاد السخونيه، نحرك حتى تفرتت بحال هكا. بعد ما تشحرات لينا هذيك الكفته كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نضيف لها العطريه اللي هي الملح والخرقوم والتحميره، وغادي نخلطهم. دابا غادي نضيف هذيك الفيرميسيل ديالي، اي الشعريه الصينيه. ونخلط كل شيء. من بعد غادي نضيف الكزبر مقطع والزيتون، الحشوة ديالي ها هي من استخدمت العناصر كاملة. دابا غادي نطفي عليها النار وخاصها تبرد ليا مزيان الحشوة، عاد نديرها في العجين. عاد خصني ندير بها حشوة العجين باش العجينه ديالنا ما تقطعش. دابا غادي ندوزو العجين ديالنا. العجين ديالنا نفس العجين اللي حضرت في الرغيف اللي معمرين بالطون ديال المطيشه والفرماج. الحشوه ديالي ديال الكفته والشعريه الصينيه مني بردات ها هي. غنحتاجوا معاها ايضا عجينه المسمن، وعجينه المسمن كما قلت لكم راه هي العجينه اللي وجدت بها الرغيف مالحين من قبل، وغتلقاو الرابط ديالها في هذا الفيديو. كندلكوا العجينه كنديروها كويرات، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، وعاد نوليو نقرصوا. باش غادي نورقوا غادي نحتاجوا واحد زلافه ديال الزبده والزيت مذوبين، وزلافه صغيره غير ديال الزيت غير باش ندهن يديا. الطريقه ديال التشكيل، نورقوها هكايا دائره، ندهنها في خليط الزبده والزيت، وغناخد شويه من الحشوه غنديروا الوسط بحال هكايا، وغادي ندهن نديرها على شكل رغيفه صغير. من الجناب بحال هكايا ندير لهم بحال هكا. ودابا غنديرها في الطاوله اللي تدخل الفران، ولكن غادي نحطها مقلوبه بحال هكا. دابا غندوزو للشكل الثاني. انا حاولت من عجينه وحده وحشوه وحده نديرو شكيلات مختلفه، هادو غنديرهم على شكل محينشات. يعني غنجي للجنب الطرف ديال العجينه من هنا، وغادي ندير
الحشوه في الوسط هنا في طرف ديال العجين المسمنه ديالي، وغادي نرجع عليهم هادو هكا العجينه، وغادي نتم غدا ونلوي. نلويها حتى نكمل الكميه ولا المسمنه ديالي الدائره كامله بحال هكايا. نحصلوا على حربول بحال هكايا. دابا غادي نلويه على شكل محينشات بحال هكايا، وهاد الطرف الاخير نزلوه لتحت بحال هكايا، وغادي ننزلها في الطاوله اللي غتدخل الفرن وندهنوهم بالزبده بحال هكا والزيت، وعاد ننزلهم في الطاوله. دابا غندوزو للشكل الثالث، غادي نورق العجينه ديالي اوفال بحال هكايا بحال هكا. ناخذ الحشوه ديالي نديرها الوسط بحال هكا، هادو غنديرهم بحال القنينطات ولا بحال الاصابع، ندير هادي هكا جناب ندهن شويه الزبده، وغادي ناخذ هذا الراس ونلوي عليه هكا، ونبقى غادا ونلوي بحال هكا. بحال هكا بحال القنينطات ولا لينام ولا هذا هو الشكل الثالث. ندهنوه حتى هو بالزبده بحال هكايا، اي شكل درناه ندهنوه بالزبده والزيت ونحطوه في الطاوله اللي غتدخل الفران. درت في هاد الحشوه ثلاثه الاشكال كلهم ودهنتهم بالزبده. دابا غادي نزين حسب الاختيار، غادي ندهنهم بالبيض اللي بيضه مخفوقه مع قطره من الخل، وغادي ندهنهم كاملين، وغادي نزينهم شويه البافو شويه زنجلان شويه اللوز ايفيلي شويه السانوج، المهم اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، بغى يخليهم غير بحال هكا يخليهم. المسمنات ديالنا ولا الرغيفات بالحشوه ديال الدجاج ديال الكفته ديال الدجاج كيجيو على هذا الشكل. هادو اللي درناهم على شكل رغيفات زينتهم باللوز ايفيلي، وهادو المحينشات ديالنا زينتهم بشويه زنجلان، وهادو اللي على شكل سيجار درت لهم شويه ديال البافو. نتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تجربوا هاد الوصفه ديال اليوم، ونكون لبيت بعض الاقتراحات اللي طلبوا مني متتبعات شهوات ام العربي. اللي عجبتها وصفه اليوم ما تنساوش لايك الفيديو، واشتركوا بالقناه ديالي باش تحفزوني دائما على الجديد، واشتركوا بالقناه ديالي، وما تنساوش تشجيعاتكم اللي كتحفزني دائما. والى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.